رحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط التاسع الخاصة بفئة الإبكار الجذاع المحليات الصايل من مسافة 4 كيلومترات نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك مع النايفة سالم بن علي بن طناف الدرعي من يقدم لنا النايفة على المركز الأول بينما المركز الثاني أمجاد علي بن جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي من يتقدم على المركز الثاني ثالث التحديات بحور لسيد علي بن عبيد بن عيد المنصوري من يقدم لنا بحور من تحضر على مستوى المركز الثالث بينما المركز الرابع هنالك أسيل عبيد بن حمد بن علي بن عبيد الغفلي من يتقدم على المركز الرابع وخامس التحديات والانطلاقات هي بيان صالح بن سالم بن صالح الكبيده المري من يقدم لنا انطلاقة بيان من تحضر على مستوى المركز الخامس وسادس التحديات هي شموخ لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا شموخ والمركز السابع ناصية للسيد حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي من يقدم لنا ناصية من تحضر على المركز السابع وثامن التحديات شخصية مطر بن صوايح بن مطر الخيالي من يقدم لنا شخصية والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام زعفرانة للسيد راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري والمركز العاشر حضور مع شعار علي بن صالح بن علي الحميري من يقدم لنا الخفيفة القادمة هنا على المركز العاشر هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذا الشوط ولهذه الأسماء المميزة التي تتواجد هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة العودة للمقدمة العودة للصدارة النايفة سالم بن علي بن الناف الدرعي من يقدم لنا النايفة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط باحثة عن الناموس وعن الفوز والانتصار يتواجد شعار بن طناف في المقدمة وفي الصدارة بينما المركز الثاني الأسماء القادمة أمجاد السيد علي بن جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي من يقدم لنا أمجاد اللي تحضر على مستوى المركز الثاني نقلتنا القادمة إلى المركز الثالث هي بيان صالح بن سالم بن صالح آل كبيده المري من يقدم لنا بيان من تحضر على مستوى المركز الثالث بينما نقلتنا القادمة إلى المركز الرابع المركز الرابع شموخ لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا شموخ من تحضر على المركز الرابع بينما خامس التحديات أسيل عبيد بن حمد بن علي بن عبيد الغفلي من يقدم لنا أسيل وأيضا بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري من يقدم لنا بحور وأيضا هنالك القدوم مع ناصية حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي هو القادم في هذه اللحظات ومعلن عن حضوره عن تواجده المميز ايضا شخصية بشعار مطر بن صوايح بن مطر الخيالي قادما هنالك مع هذه التحديات ولكن العودة الى الصدارة الى المقدمة الى التحديات الاولى ومن غير الامور ومن تسلل الى المركز الاول والى الصدارة والى الانطلاق الاول يتواجد هنالك شعار علي بن جمعة بن علي آل رحمه الدرمكي من يقدم لنا امجاد على المركز الاول تستفتح الكيلومتر الأخير والخطير أمجاد على الصدارة أمجاد على المقدمة المركز الثاني النايفة سالم بن علي بن طناف الدرعي من يقدم لنا النايفة الحاضرة على مستوى المركز الثاني وثالث التحديات هي بيان صالح بن سالم بن صالح آل كبيده المري قادما على المركز الثالث والمركز الرابع شموخ لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا شموخ في هذه اللحظات ولكن ناصية حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي من يقدم لنا ناصية ولكن العودة للمقدمة وصلنا هنا إلى جولة التحديات جولة الأوامر
النهائية والخمسمائة متر الأخيرة. يا سلام، بدأت الأسماء بالانطلاق، بدأت الشعارات بالحضور المميز، بحور من غيرت الأمور، علي بن عبيد بن عيد المنصوري من يقدم لنا بحور في هذه اللحظات. يا سلام، وأيضا أمجاد علي بن جمعة بن علي آل رحمة الدرمكي، ولكن ناصية حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي ينطلق بناموسي هذا الشوط. مالك ناصية حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي يظفر بهذا الناموس الغالي. تهانينا والناموس لمالك ناصية وسلالة ناصي المختبر. سلامي عليك حسين يا بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي. المركز الثاني وصلت بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري، والمركز الثالث بيان سيد صالح بن سالم بن صالح آل كبيدة المري، والمركز الرابع أمجاد علي بن جمعة بن علي آل رحمة الدرمكي، وخامس التحديات. المركز الخامس وصلت زعفرانة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك ناصية. التوقيت الزمني 6:21 وجزئين من الثانية، وتوقيت ناصية حسين بن علي بن حسين بن أحمد النعيمي. بينما المركز الثاني كان الحضور مع ثاني التحديات، وصلت بحور علي بن عبيد بن عيد المنصوري، والتوقيت الزمني 6:22:07 من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث هي بيان صالح بن سالم بن صالح آل كبيدة المري بتوقيت زمني لحظة الوصول 6:00 مشاهدينا متابعينا الكرام. 23:06 من الثاني. تهانينا والناموس.